لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المشردين عن الأهل والأوطان سفينة نجاة العالمين. يا تاسع الأمناء وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر فأنت مفزعها دنيا وآخرة وفيك يكشف عنها الضر والضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر؟ أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطق الحصر. من أين يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر؟ قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج شقه وآباؤه الغدر. فدس سم الردى في كف غاوية إليك كي تختفي آثارك الغرر. لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت به يلتضي في روحنا شرر. ساعة
سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك مؤتكر يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن أيوا إماما يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن كجدي يعني كالحسين كجده فهو فوق السطح منعفر يجفني صوب دمع عيناك على باب المراد يجفني صوب دمع عيناه على باب المراد ظل جسمه ثلاثة أيام مرمي على السطح مطرو قضى عمره غريب ومات ولا واحد لفى يمه قضى عمره غريب ومات ولا واحد لفى يمه ولا حد بالحمية جاء وعن سطحه وعن سطحه رفع جسمه ذكرني بابو السجاد جسمه مغسل بدمه اي ثلاثة ايام جثمانه مرمي وطيبه من نيفه ثلاثة ايام جثمانه مرمي وطيبة من نيفه لكن ما وقع جسمه من حصانه على الغبرة ولا قدام عين اخته الشمور عثر يحز نحره ولا وقفت تدافع له دفعها واعتلى صدره ولا شافت جسد محزوز راسه وممتلي بجروح ولا شافت جسد محزوز راسه وممتلي بجروح ولا شافت متعفر ودلاله ولا شافت متعفر ومن ذاب دلاله ولا شافت فوق تراب داس الشمر بنعال ولا شافت على التربان داس الشمر بنعال ولا شافت بقى بالتراب وفوق تحوم خيال بقى الإمام ثلاثة أيام لكن مو مثل جد الحسين أمام زينب الخيل ذاهبة وآيبة على صدره ولا شافت على التربان فوق تحوم خيال هي ولا أفوق طيف لهم والساد أفوق طيف لهم والساد ونحر بالسهم مدبوح
مصاب حسين هد جبال ومثلاته أبد ما صار وجدد حزن شبل اللي بقى مرمي بسطح الدار يحق للي يسمع بجرحى دلالة يشب بنار ويضل طولي العمر يبكي وصب دمعات دم وينو وجري وجري لابو الهادي دمع دم سال وجري وجري وشب النار بحصى بقصح شاي وجري وجري ثواب المحب من ينتحب وجري على الله وتسعد الزهرة الزكية لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أبو جعفر خليفته ووصي في أهله. هذه الليلة المباركة العظيمة تصادف ذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، والذي نسأل الله تبارك وتعالى بجاهه أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج ولي أمر زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يفرج عنا وعن جميع عباده المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. ولد إمامنا الجواد عليه السلام على رواية في اليوم 19 من شهر رمضان، وقيل في غرة رجاب 195 من الهجرة النبوية الشريفة، وعاش في كنف أبيه الإمام الرضا عليه السلام محاطا بالتبجيل والتكريم، فكان دائما وأبدا لا يدعوه باسمه وإنما كان يكنيه يقول ائتوني بأبي جعفر، وجاء أبو جعفر، وعندما تكني ابنك يعني ذاك أنك تكرمه كما يقول الشاعر العربي أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. إنسان اللي يكرم أبناءه يحترمهم يجلهم هكذا يكنيهم بنتا كانت أو ولدا، هذا نوع أو لون من ألوان التكريم، بعكس لو أن ذاك الولد أو تلك البنت كانت تحقر أو كان يحقر في بيته ويلقب بألقاب هجينة حقيرة، هذا من شأنه أن يحطم نفسية هذا الولد هذا الطفل تلك البنت. وكان إمامنا الرضا عليه السلام يغرس في وليده المبارك والذي عبر عنه عند ولادته ما ولد مولود أكثر بركة على الشيعة منه، كان يغرس فيه الصفات الحميدة والمآثر الشريفة، كان يحثه على البر بالفقراء المحتاجين والأرامل والمساكين، وقد ذكر الرواة والمؤرخون
ما يؤكد على ذلك أنه لما أشخص الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان كانت بينه وبين ابنه الجواد مراسلات، ماكو وسائل حديثة مثل اليوم، رسالة يكتبها الإمام يبعثها عبر البريد، وكان الإمام الجواد يرد عليها مثلا بمثلها ويبعثها بالبريد. والمؤرخون يقولون رغم صغر سن الإمام الجواد إلا أن الرسائل التي كان يكتبها لأبي كانت على مستوى عال من الفصاحة والبلاغة. وقد بلغ الإمام الرضا عليه السلام ما كان يفعل الموالي مع الإمام الجواد مع ابنه، حيث أنهم كانوا يدخلون الإمام إلى البستان، والبستان كان له بابان، باب صغير وباب كبير. الباب الكبير كان يقف عليه الفقراء المحتاجون أصحاب الحوائج، وكان الموالي خدم الإمام يخرجون الإمام الجواد عندما يركبونه على دابته من الباب الصغير. لماذا؟ حتى لا يعطي أحدا شيئا. فكتب إليه الإمام سلام الله عليه: بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وما ذاك إلا لبخل منهم. شايف بعض الناس لا يرحم على اصطلاحنا ولا يخلي رحمة الله شنو تنزل. القرآن يعبر عن هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما يكتفي هو فقط يمنع الناس من أمواله، حتى من أقرب المقربين من أرحامه، بعض الأحيان حتى أبناءه يحرمهم من المال، يكنزه في البنوك وغير ذلك، وأبناءه كالفقراء يعيشون بين الناس وهو يمتلك رصيد. وإذا رأى أحدا ينفق في سبيل الله فإنه يعترض، لا يسره ذلك. أنت أولى بمالك، لماذا تعطي فلان؟ فلان عنده كذا ولد، وما يدريك. بعض الناس يحكم على الظاهر، وبعضنا في الواقع ما يقدم مساعدات لأنه يشوف فلان عنده فلان كذا ولد يعملون، وما يدريك ربما أحد من هؤلاء يعطيه شيء، أو ربما يكونون في أمس الحاجة. لماذا تعطي الماتم الفلاني؟ الماتم الفلاني عند أوقاف وكذا، ميسره ميتحمل. الإمام الرضا عليه السلام كتب لابنه في هذه الرسالة، قال: بحقي عليك إذا ركبت لا يكون خروجك إلا من الباب الكبير، وإذا ركبت إن شاء الله فليكن معك الذهب والفضة، يعني الدنانير والدراهم، لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته. صار الإمام يفصل في الرسالة. هذا في الواقع تربية تمثل الشرف وتمثل الفضيلة. بهذا كان يغرس في نفس وليده هذه الصفات الحميدة المآثر الشريفة. هكذا ينبغي أن ننشئ أبنائنا، هكذا ينبغي أن نغرس فيهم حب الخير، حب الناس وخدمة الناس. ترى هذا ينفع الإنسان بقبره. كلنا مرت عليه هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمضمون أذكرها. يقول: مر عيسى عليه السلام على قبر يعذب صاحبه، ثم مر عليه من قابل وإذا بصاحبه لا يعذب، قال: إلهي مررت على هذا القبر عام الأول صاحبه لا يعذب، ثم مررت عليه من قابل صاحبه لا يعذب. يعني يسأل عن السبب الذي أدى إلى أن يتوقف العذاب عن صاحب هذا القبر. فأوحى الله إليه: يا روح الله، إنه أورث ولدا صالحا آوى يتيما وأصلح طريقا، فغفرت له بما فعل ولده. الولد الطيب مو فقط لما يستغفر، أو الولد الصالح البنت الصالحة مو فقط استغفارها اللفظي يرفع العذاب أو يوقف العذاب أو يرفع الدرجات عن الوالدين، عن والده عن والدته.
وإنما حتى أفعاله الطيبة الصالحة إذا كان بركة على المجتمع، في مأتم يخدم، في جمعية خيرية يخدم، وين ما تواجد يخدم، بركة. هذا في الواقع ينفع والده والديه دنيا وآخرة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنا بإمكاني أعطي هذا الذي يجمع المال للمريض أو للمسجد أو للمأتم، ولكن إذا كان ابني معي أعطيه المال حتى هو يدفعه للفقير أو يدفعه للجار. هكذا تعود، هكذا تنشئ. ولقد هذه التربية أتت أكلها في الواقع وبانت ثمارها، والغرس الطيب في الغالب الأعام كقاعدة إنما تكون ها ثماره طيبة، وإن شد من شد في القاعدة. ولذلك أصبح كثير العطاء كثير الجود حتى لقب بالجواد عليه السلام. هذه من الألقاب الواردة بالروايات، لكن هناك لقب اكتسبه الإمام أو لقب به الإمام بعد موته، بعد استشهاده، بأنه باب المراد. ليش؟ لأن حتى من قصده بعد موته ها وتوسل به إلى الله فإنه بإخلاص وبنية صادقة لا يرد خائب. صلى الله بجاهي أن يقضي حوائجكم وحوائج المحتاجين. ولقد ذكر المؤرخون نوادر كثيرة عن جود الإمام سلام الله عليه وكرم الإمام، من جملتها عن الصفدي قال: كان الإمام الجواد عليه السلام يبعث إلى المدينة في كل عام 1000 درهم. يعني شنو 1000 درهم؟ بمصطلحات ذلك العصر يعني 1,000,000 درهم. أي مصطلحات المليون والبليون والتريليون وكذا، مصطلحات حديثة، لكن ذاك الوقت العرب لما يوصل المبلغ إلى هذا العدد على هذا المستوى يقولون 1,000,000,000,000,000,000. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم شنو 1,000 باب، ينفتح لي من كل باب 1,000,000 باب، يعني 1,000,000 باب. تصور سعة علم أمير المؤمنين سلام الله عليه. 1,000,000 درهم لما يوصل للمدينة معناته شنو؟ يعني ينعش المجتمع، عند الشعور بالمسؤولية، رغم أنه كان بعيد عنه، مبعد الإمام سلام الله عليه، ولكن قلبه على الناس بالمدينة. هناك المهاجرين، هناك الأنصار، هناك الفقراء المحتاجين، شباب يريد يتزوج كذا، فهو كان يبعث هذا المال 1,000,000 في ذاك الوقت له قيمة، ينعش المجتمع. هكذا الراعي إذا كان قلبه على الرعية لا يسره فقط أن يكون هو مرتاح ويعيش في القصور وكذا ومرفه وكل ما احتاج إلى جانبه، وإنما يعيش هم الأمة ويشعر بالمسؤولية، فإنه محاسب أمام الله عز وجل. ومن جملتها وفي مثل هذه الأيام عن أحمد بن حديد، كانوا هؤلاء، كان هذا الرجل مع جماعة قاصدين للحج فاعترضهم لصوص قطاع طرق، هنا ناس تقصد إلى ربها، هناك من يتربص بهم الدوائر، وسرقوا ما عندهم من متاع ومن مال من راحلة، فقفلوا راجعين، رجعوا للمدينة. ما أن وصلوا إلى المدينة أحمد بن حديد يقول: دخلت على الإمام الجواد عليه السلام وأخبرته بما جرى علينا، فأمر له بكسوة، أعطى هدية، ثم أعطاه مالا وقال له: فرقه على أصحابك. قال: ففرقته عليهم فما زاد وما نقص. شلون يعني واحد يقول ما زاد وما نقص؟ يعني أعطى كل واحد منهم بعدد بقدر ما أخذ منه، 100 دينار يعطي 100 دينار، 200 ذاك يعطي 200، فما زاد وما نقص. هذه معجزة وكرامة للإمام سلام الله عليه. وقد حصلت لجده أمير المؤمنين لما دخل البصرة بعد حرب الجمل، أمر أن يوزع ما في بيت المال 500 500،
فوزعوه قسموه على الناس فما زاد وما نقص، حتى هو كان نصيبه 500 درهم. وجاء أحدهم وقال: والله كنت أتمنى أني كنت كانت نيتي أن أكون معكم، فأعطاه نصيبه سلام الله عليه. على كل حال، هكذا كان إمامنا الجواد عليه السلام، وكان زاهدا في الدنيا كآبائه الذين أقبلوا على الله بقلوبهم. الدنيا لا قيمة لها عند هؤلاء الكبار العظماء. الدنيا الحرام التي يتهافت الناس عليها ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويسلبون الأموال، ها؟ ماذا جنى هؤلاء؟ وما الذي تحصل عليه هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا وكنزوا الأموال؟ كلهم خرجوا من الدنيا بعارها وشنارها. أولئك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء لا يستيقظون إلا في نهاية المطاف، وأن ينفعهم هذا الاستيقاظ. المأمون الرشيد العباسي، المأمون الرشيد، كان يخاطب السحاب: أينما تمطري يأتيني خراجك. وعند لحظات الموت كان يقول: بعنا دنيانا بنوم. أهل البيت زهدوا في الدنيا، أقبلوا على الله، فليتوجه الإنسان المؤمن إلى ربه، فليأس من كل شيء، فليفر إلى ربه. ربك عنده قادر على كل شيء. لا بد للإنسان من المؤمن أن ييأس من كل شيء إلا من ربه. ولكن هناك العكس في الحقيقة، عند البعض معكوس القضية. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الإنسان إذا كان مع الله عز وجل متقيا له، فإنه قد حاز وفاز بالدارين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الزهد في الدنيا لا يعني أنك تترك الدنيا وأنك لا تعمل فيها ولا تقيم المشاريع ولا تقيم البناء. الزهد لا علاقة له بالواقع الخارجي. الزهد إنما هو في قلبك أيها المؤمن. أنت غني بالله، وهو المعطي وهو الآخذ. ليس الزهد ألا تملك شيئا، ولكن الزهد ألا تملكك الأشياء. قد تجد إنسانا يلبس ثيابا رثة ويسكن في خرابة، سيارة على اصطلاحنا بالبحراني كحيانا مالين، ها، كل يوم وديها كراج. هذا لا يعني أنه فقير. وذاك الذي يلبس اللباس الحسن، ها، ومنظر منظر، ها، صاحب شخصية، قد يقول بعض أن هذا يمتلك رصيد، وربما العكس يكون. الظاهر ليس له ارتباط بالزهد. كيف هي الدنيا عندك؟ إن أقبلت أو هي أدبرت؟ نزلت نفوسهم بالشدة كالتي نزلت في الرخاء، يشكرون الله عز وجل في السراء والضراء. تعرف الزاهد منه؟ الإنسان الذي يشكر الله عز وجل على الدوام في سرائه وضرائه. متغر الدنيا أبدا، أقبلت أدبرت. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين، صبر الشاكرين لك. واحد يصبر يقول: يا الله شو أسوي بعد، ما لي إلا الصبر. لا، صبر الشاكرين، تشكر الله عز وجل حتى وإن أخذ أعز شيء عندك، وتصبر وتقول شكرا لك يا رب. ليش؟ لأن الله لا يفعل إلا الخير
بالمؤمن. إن ملك الدنيا فهو على خير، وإن قطع بدنه وهو على خير. إمامنا الجواد عليه السلام رغم صغر سنه، شاب في ريعان شبابه، وكان المأمون العباسي بعد أن جاء به من المدينة وأجبره على الإقامة، وإن كان الظاهر خلاف ذلك، وزوجه من ابنته، كان يغدق عليه الأموال، وكانت أوقاف هناك في قم، أموال الأوقاف تأتي للإمام الرضا أيضا. الحقوق الشرعية في العالم الإسلامي الشيعي تصل إلى الإمام سلام الله عليه، يعني ملايين. المؤرخون يقولون أن الإمام الجواد ما كان ينفق من تلك الأموال شيئا على نفسه، وإنما كان ينفقها في سبيل الله، ينعش بها الناس مجتمع. يذكر المؤرخون عن رجل يقال له حسين المكاري، هذا قصد الإمام في بغداد وشاف الإمام النعيم الظاهري قصور وخدم وحشم ونعمة، فحدثته نفسه أن لا يرجع للمدينة، بعد يبقى يتنعم بهذا النعيم وفي ضيافة الإمام الجواد عليه السلام، بعد ما أرجع للمدينة هني أفضل إلي. فعلم الإمام بما في نفسي فقال: يا حسين، خبز الشعير وملح الجريش بجوار قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله خير لي مما ترى. هذا ما يأثر لي، أتمنى لو أرجع إلى وطن جدي أبقى هناك، هذا نعيم ما له قيمة، لا قيمة له عند الإمام سلام الله عليه. وهكذا هم الكبار لا يرون الدنيا شيئا. أضرب لك مثال، إحنا ليش نضحك على الأطفال لما يصير بينهم ها يتضاربون، يصير بينهم هواش، وهذا يضرب هذا على سيارة وعلى بيت وعلى لعب، أنت تضحك، تضحك على الأطفال لأن هذه الأمور لا قيمة لها عندك، أنت كبير. شوف هاي الألعاب، سياراتهم، بيوتهم، كذا، لعبهم ما لها قيمة عندك فتضحك، لكن هاي هم هف لأنهم صغار ولأنهم يجهلون ولأن هذا عالمهم، شوفهم يتعاركون يضربون بعضهم ها ويصير بينهم خصام. كذلك هم الكبار الذين يرون هؤلاء الذين يلهثون وراء الدنيا ويتصارعون ويقتلون ويبطشون. شايف شلون الكبير ما تغر الدنيا إن أقبلت أو هي أدبرت. سامحوني والله ودي أتحدث بعد عن حياة الإمام ولكن الوقت يداهمني. سبب استشهاد الإمام سلام الله عليه، لا شك ولا ريب أن بعد أن هلك المأمون العباسي رجع الإمام إلى المدينة، وبدأ الناس العلماء الفقهاء طلاب العلوم الدينية يحفون بالإمام سلام الله عليه، وتعرف سيرة الإمام هي سيرة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليه، التفت الناس بالإمام. تعرف الوشاة ما يسرهم هذا، وشاة وطلاب الدنيا والراكعون الساجدون لهؤلاء لا يسرهم ذلك، والملك عقيم وشايات. فأشخص الإمام من قبل المعتصم العباسي إلى بغداد، وصار في الواقع يتحين الفرصة لقتل الإمام، لكن حصلت قضايا، ومن جملتها ذاك السارق الذي جاء ليطهر نفسه عند أكبر السارقين. هو مسكين هذا سارق، ليه يشوف كم درهم يجي يطهر نفسه عند منه؟ عند المعتصم، هذا اللي مستولي على أموال الدولة الإسلامية كلها. يقول أحمد بن داود وهو قاضي القضاة بمصر: جاء بنا المعتصم وعرض علينا مسألة هذا الرجل، كيف تطهر، يطهر من أين، تقطع يده. يقول: قلت له أنا من الكرسوع، وجاب دليله.
وبعضهم أفتى من المرفق دين. ثم التفت المعتصم العباسي إلى الإمام الجواد قال: وأنت ما تقول يا أبا جعفر؟ قال: تكلم القوم. قال: قل ما عندك ودع ما قالوا. قلت له: اعفني. قال المعتصم: أقسمت عليك بالله إلا ما قلت ما عندك. قال: أما وقد قسمت بالله فإني أقول أنهم أخطأوا في السنة، فإن القطع إنما يكون من أصل مفاصل، من أصل أصول الأصابع، ويبقى الكف، لأنك إذا قطعت يده من الكرسوع أو من المرفق لم يبقى له شيء يسجد عليه. اللي ما دليلك؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وآله: المساجد سبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. ما يقول واحد من عندنا سبحان ربي الأعلى وبحمده إلا بعد أن يتأكد 100% أن كل هذه المساجد السبعة هي على الأرض. بعض الناس مستعجلين، عنده أشغال، ما يدري أن الذي هو واقف بين يديه بيده كل شيء. ليش مستعجل؟ مو اللي بيده كل شيء يستطيع أن يقدر على أن يقضي حاجتك وحاجة الدنيا كلها. أخواني، أكو شيء، أكو بعض الجزئيات إحنا ما نلتفت لها. أكو عندنا روايات تقول أن من أتم ركوعه لا يرى وحشة في القبر. يتم ركوعه بهدوء الركعة، يعني كلها من القراءة، ركوع السيدتين، هذا كله ركعة. اللي يتم ركوعه بهدوء متأني وخاضع وخاشع، هذا الإنسان لا يرى وحشة في القبر، ويا لها من وحشة. فإذا قطعت يده من هذا المكان لا يبقى له بعد كيف يسجد عليه. والله عز وجل يقول: إن المساجد لله وما كان لله لا يقطع. وقد أشار إلى أراد ما يسجد عليه أو إلى مواضع السجود. فأعجب المعتصم بفتوى الإمام وأمر بأن تقطع يد السارق من أصل أصول الأصابع، من مفاصلها. هذا أحمد بن داود بعد ثلاثة أيام جاء إلى المعتصم، قال: سأقول لك شيء، أنا جئتك بنصيحة، جئتك ناصحا، وأعلم أن نصيحتي هذه ستدخلني النار. شايف بعضهم يعني يدري بأنه موقفه راح يدخل النار، لكن حب الدنيا والعصبية. قال له: ماذا وراءك؟ قال: الآن أنت جئت بذلك الرجل وجمعت العلماء والفقهاء وأفتوك في بشأن قطع يده. قالوا: ما عندهم. تركت ما عندهم ما قالوا وأخذت بيد هذا أو برأي هذا الرجل الذي يدين شطر من الأمة بإمامته. أتدري ماذا فعل؟ كأنك تقول للوزراء والأعيان وحاشيتك التي كانت هنا أنه أولى منك بالخلافة. ما كان ملتفت. تدري ايش سوى المعتصم؟ قال: جزاك الله خيرا، هذه فتوى يعلم أنها ستؤدي إلى قتل الإمام، مع ذلك هذه النصيحة نصحه بها حبا في الدنيا، حقدا. يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات. وبالفعل بعض روايات تقول أنه دعاه إلى قصره فأبى الإمام، ثم قال: إن فلان وفلان طلبا مني أن يأكلا معك، وسمى الإمام في تلك الوليمة. ولكن المشهور أنه اتفق مع زوجتي أم الفضل بنت المأمون ولم تنجب من الإمام شيء، وكانت حاقدة على الإمام عليه السلام لأن تزوج عليها. على كل حال، دخل عليها الإمام الجواد وهو صائم، قدمت له عنبا رازقي كما تقول الرواية، ربما يكون فيه لبن. على كل حال، ما أن تناول الإمام ذلك العنب أو شيئا منه إلا وقد أحس بأحشائه تقطع.
أحس كأنما يقطع بالأمواس والسكاكين. قال لها الإمام: قتلتيني قاتلك الله. عظم الله أجوركم. أخذ الإمام يتلوى من شدة الألم، همت بالخروج، فقال لها الإمام سلام الله عليه: قتلتيني اسقيني شربة من الماء. يريد يبرد حرارة تلك السموم. أتدرون ماذا فعلت؟ خرجت من الدار وغلقت الباب على الإمام، تركته يتلوى لوحده في تلك الحجرة. أويلي يصيح الماي، والله يصيح الماي، والسمرت جبده، طلعت من وقت ما بقت عنده. أويلي ظل مرمي على فراشة الوحدة يا ثلاثة أيام، مرمي على ذلك أو في تلك الحجرة، يقاسي حرارة تلك السموم. وبقي الإمام يوم وليلة على تلك الحالة، ليس معه أحد يمرضه، إلى أن قضى نحبه غريبا مسموما محتسبا. لما علم المعتصم بوفاة الإمام أمرهم بأن يصعدوا به ويضعوا على سطح الدار. ليش؟ حتى يبقى في معتقده أنه يتعفن جسمه. ولكن الله تبارك وتعالى أظهر كرامة للإمام، فاحت منه روائح المسك والعنبر كجده الحسين سلام الله عليه. ورواية أخرى يا شيعة الإمام أمر المعتصم أن يلقى بجسمه من على سطح الدار، ومنعت الشيعة من أن يواروا جسد الإمام. لكن في اليوم الثالث فزع الشيعة، ثاروا وأصروا على أن يواروا الإمام. لما رأى المعتصم عزيمتهم وإرادتهم قال: دعوهم يفعلوا ما يشاءون إلا الحسين. فوق السطح يومين والثالث بلمها مطروح أبو الهادي وطيب غمر بغداد، ظل بالشمس وين العشيرة وين لمجاد، وين الذي لرضي المدينة بهمة يروح. يوصل القبر المصطفى يا ويسجب العبرة، ينتحب ويعرج على روضة الزهرة، يقلها عزيزك عزيزك يا بتول بالشمس مطروح. الله يا زهرة كم جنازة من بنينك ظلت بلا موارا، وشفتيها بعين، والسبب كله للذي سقط جنينك ورث علينا الحزين والحسرات والنوم. واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلاه،
واحد على حماميل فوق الجسر دبو وام غريب الغادر يا ابو خيل داسا كم ولد يم حسين برض الطف مدبو موتة أولاديش يا بتولى تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مدبو وانتي عليهم يا بتولى ناصب النار ليل ونهار وفي صباحة والمسيح كأني بالزهرة في مثل هذه الليلة ها بلسان حالها أويلي أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت تعني كلهم عليهم نوحيت والجيش شقيت وعظم علي لون عناعي على أولي ماتم والله ماتم أريد أنصب على أهل المجد ماتم عجيد صياح منهم والله منهم أبد ماتم بدرتم بالبلوغ وبدر ماتم ماتم يا وسف بيوتهم ظلت خلية اي والله يا وصف بيوتهم ظل خليا مشردون نفوعا عقر دورهم كأنهم جنوا ما ليس يغتفر يا الله عظم الله وجونا وجوركم شر أثابكم الله جميعا إخواني عندكم جمع إلى المقبرة وفقكم الله جميعا إلى فعل الخير إلهي نسألك وندعوك نقسم عليك بباب المراد اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا يا الله إلهي من أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا فكد اللهم بجاهه عجل ولأمرك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أنصاره وعوانه ومن مقوية دولته وسلطانه إلهي بجاهه رد غرباءنا فك أسرانا خلص من أيدي الظالمين ودهم لنا ولأهلهم وذويهم سالمين غانمين منتصرين اللهم بجاه من على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية سيما مرضانا وجرحانا ومصابينا اللهم شافهم بشفائك وداويهم بدوائك إلهي ارحم علماءنا الماضين أيد الباقي العامل المجاهدين وعلى رأسهم وليأمر المسلمين جماعتي الحاضرين والسامعين والسامعات فردا فردا اللهم احفظهم في أنفسهم وآلهم وتعلقهم المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح أموات المؤسسين إلى أرواح موتاكم موتانا من مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب المجلس الفاتحة مع الصلوات.